وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتحدث باسم حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري. أهلا ومرحبا بك دكتور في جولة أخبار العصر اليوم من الرافدين. حياكم الله دكتور سامي، ما هي المواقع التي استهدفها القصف الصهيوني في قطاع غزة، وما الخسائر التي نتجت عن هذا الهجوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. علينا نشير أن القصف الذي جرى الليلة الماضية وفجر وخلال ساعات هذا اليوم هي استمرار لتصعيد إسرائيلي مستمر لم ينقطع، خاصة بعد بدء مسيرة العودة التي وضعت الاحتلال في زاوية وعادت القضية الفلسطينية إلى الطاولة الدولية وأحرجت هذا المحتل، ولذلك الاحتلال يحاول الهرب من هذه المسؤولية عبر التصعيد العسكري لمواقع المقاومة الفلسطينية لخلط الأمور. اليوم استهدف العديد من المواقع العسكرية للمقاومة الفلسطينية، هناك بعض الإصابات، لكن نحن واثقون أن الاحتلال لن يفلح في تحقيق أهدافه، والمقاومة الفلسطينية جاهزة للتعاطي مع كل الاحتمالات. طيب، يعني هل تتوقعون أن يقوم الاحتلال الصهيوني بموجة جديدة من القصف على قطاع غزة؟ يعني كل الاحتمالات واردة، وهذا الاحتلال عودنا مواصلة إجرامه بحق شعبنا الفلسطيني، وبالمقابل من الطبيعي أن تكون المقاومة جاهزة للتعاطي مع كل هذه الاحتمالات. المقاومة جاهزة للتعاطي مع كل هذه الاحتمالات، هل هذا يعني أن القدرة العسكرية للمقاومة الفلسطينية الآن أفضل مما سبق، وكيف سيكون الرد من قبلها في حال تجدد الاعتداءات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية؟ المقاومة الفلسطينية تواجه هذه المرحلة بكل حكمة من ناحية وبكل جاهزية من ناحية أخرى، وعلينا أن نبذل كل جهد قبل انفجار هذا الوضع لتحميل المجتمع الدولي والأطراف المعنية المسؤولية للجم جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني. هل تتوقعون تكرار سيناريو عام 2008 في غزة؟ كل الاحتمالات واردة ونحن جاهزون للتعامل مع كل الاحتمالات. طيب، أنباء عن استدعاء رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قادة الأمن في الكيان لجلسة مشاورات، يعني هل سنشهد اجتياح للجيش؟ هل هناك أنباء عن إجلاء المستوطنين من مناطق يعني تحيط بغزة؟ يعني الاحتلال له ترتيباته، ونحن تعودنا من هذا الاحتلال جاهزيته للارتكاب بكل الحماقات، ولذلك المقاومة الفلسطينية تراقب كل هذه التطورات باهتمام كبير وتستعد للتعاطي مع كل هذه التطورات. نعم، الناطق باسم حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.